صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم. بتامل اصبعكم يكون مرق ناجح ومثل ما انتم كنتم مخططين. بتامل انه الويك اند تكونوا خططتوا له منيح حتى لو كانت الدنيا عم تشتي. كمان الطقس حلو لما بتشتي الدنيا وريحه الارض بتكون كثير حلوه. ممكن نستفيد من كل دقيقه بحياتنا مثل ما دائما بحب انه لكم. بس يعني دائما عندنا اشياء ايجابيه انه نقولها. عندنا ما بعرف احصاءات وابحاث واشخاص بيفكروا عنا وبيعطونا هيك حكم يوميه او بنقدر انه نستفيد منها. كبار الفلاسفه، كبار العظماء من بعد خبرتهم بالحياه عندهم جمل فعلا بتكون موحيه وانسبايرنج وبنحب انه كثير يعني تكون عم بلش فيها نهارنا ان كان على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى نحن بمقدماتنا الصباحيه. ولكن بيبقى انه مهما كانت الاشياء اذا ما كنا نحن عم نعيشها، ما كنا نحن مقتنعين فيها وخابرينها، ما رح نقدر انه نوصل انه نكون فعلا عم نمضي نهار بسلام، نهار ناجح، نهار سعيد. لازم فعلا نحن اللي نكون عم نختبر الاشياء. صحيح انه في كثير اشياء ممكن توحي او ممكن تخلينا نحس انه بداخلنا في اشياء يمكن نحن ما بنعرفها او مش عم نعرف نظهرها وتذكرنا انه نحن عندنا كثير قدرات حلوه ممكن انه نستفيد منها. ولكن بيبقى انه نكون مقتنعين ويكون فيها الثقه يلي بالنفس يلي ممكن انه توصلنا لمطرح بنهارنا وهي اللي بتخلينا نشوف قدراتنا واذا كنا نحن فعلا مقتنعين انه عندنا هالقيمه بالحياه بالنسبه لحالنا قبل ما نكون عندنا قيمه بالنسبه لغيرنا. هون بتصير كل هالكلمات او كل هالحكم يكون لها مطرحها ونكون عم نقدر نستفيد منها، والا بتضلها كلمات مصفوفة حد بعضها ونظريات ما بتقدر تفيدنا ولا بشي. نحن برنامجنا لليوم مواضيع عديدة رح نحاول نكون يعني مصدر وحي لكم بكثير من المواضيع ومصدر معلومات كمان بكثير من المواضيع. البداية مع باركود. بوجور إلي. إلي كيفك اليوم؟ كثير منيح. انت كاتيا ماشي الحال؟ كثير منيح. اشتقنا لك. ايه نحن بالاكثر. كل شيء منيح تمام. شو عندك على طول؟ على طول الانترو اللي بتبلشي فيها هيك وبحس انه وقت بدنا ننقل وبدي احكيك عن الجادجتس اللي عندي اليوم بيصير في دكلاش كثير كبير. عم جرب لاقي هالرابط يلي فيه ادمج لك هالجادجتس اللي عندي اليوم بالانترو بس عم بشتغل عليها بس لليوم بعد ما لقيتها. يعني بعد ما لقيتها بس بدي اقول لك شغله. اوقات في اشخاص وجودهم بحد ذاته جود فايبس دايما. حليتي لي اياها. ايه لا الحقيقه ابتسامتهم بتعطي دفع بنهار حلو بين ما انه تكون عم تتلاقى بشخص خاصه الصبح يعني يكون فعلا عتلان هم نهاره ومش عارف هو كيف بده يبلشه فبيأثر عليك كمان. مزبوط. شو عندك اليوم؟ عندي هيك كم جادجت كثير خفيف يعني منهم كثير كومبليكيتد حبليش فيهم. كفر صغير لكيبورد معمول من خشب مواد طبيعيه وكنبايه مهضومه كمان على شكل كيبورد. نرجع بنفوت شوي بقصص التكنولوجيكال اكثر مثل لابتوب جديد من توشيبا وغيرهم. معلومات دائما كثير كثير حلوه من عندك اللي رح انزل شوفهم انا. يلا. حبيت اليوم هيك بنهايه هالاسبوع اسبوع العمل اذا في اقول نهار الجمعه نكون عم نبلش باركو بكم جادجت خفيفين. انا اكثر قصص لديكور من انه بس جادجت بس بيزينونا هالقصص الالكترونيه يلي عنا اياهم. لا تعرفوا اكثر عنهم تفاصيل رح اخبركم كل شيء بعد لحظه. اول جادجت بدي احكيكم عنه هو لكل العالم اللي عندهم هالاي ماكس يعني اللابتوبس اللي هن من شركه ماك وحابين انه يكونوا عم بيزينوا الكيبورد تبعهم بطريقه شوي اكثر انفايرمنتال فريندلي. هالجادجت يلي هيك اول ما طلعوا فيه شكله الكوتي الكترونيك اكستريميست يعني كثير متطرف بحده التكنولوجيا اللي عنده اياها من المظهر من برا وما في شيء منه بيرمز للطبيعه. اصلا هالشيء مش بس مربوط بالماكس يعني كل اللابتوبس اليوم وقت طلعوا عليهم ما في شيء بتحسوه هيك قريب شوي على الطبيعه. فاليوم في بعض الاشخاص قرروا انه يعطوها الطابع يا اما هالنكهه البيئيه بانه يحطوا على الكفر من برا على الكيبورد من برا يحطوا هالكبسات يلي هن معمولين من خشب. هالمواد الخشبيه هن مش باركي يعني بس انه الملمس تبع الكيبورد رح يضل هو نفسه بس انه عم بتغطوها من برا بهالمواد يلي حتتركب على الكيبورد وهي انفايرمنتال فريندلي معموله مش باركي. انا بتطلع فيها تحسيها انه هيك مزبوط خشب يعني خشب ارز بعد شوي.
فالفكره ما بقى في ارز لحتى يلنا منه خشب، ما بقى في ارز ليعملوا منه حتى خشب، بس الفكره انه بس ليعطوه شوي هالمظهر يلي هو شوي طبيعي اكثر يعني، وهيك بيجي شكله بعدين بيتفكفك وبيتركب على الكيبورد. للعالم يلي عم بيفكروا انه هل هالشيء رح يكون عم بيستبدل الكبسات يلي عندكم اياها، هو بس بيجي كفر من فوقهم يعني لاير، الكبسه بتضل هي الكبسه الاساسيه وهيدي بتغطيها من فوق، بتجي لتحميها اذا بدكم مثل شل لها بتغطيها من فوق، وقت بدكم تجوا تسكروا اللابتوب بيضل فيها السبيس يعني السمكه لهالخشبه اللي هي حاطها ككفر يعني، وقت تحطوها على الكيبورد مش رح تمنع انه الشاشه تكون عم تلتزق بال بال بالكيبورد ليكون عم بيسكروا يعني. يعني هي شو ديزاين بس ولا فيها؟ ايه اتس بيور ديزاين، اتس بيور ديزاين بس ليعطوها هيك نكهه قريبه اكثر على الطبيعه. سفينة وابا طريقة تاني جادجت أنا كتير حبيته، ايه ما فيها شيء كتير سبيسيال يعني، حبيت هيك بلش ايتمز كتير بسيطين تعرف اخر الاسبوع عالم هيك. بدي اقول لك ضروري الايتمز يلي بتقدمهم يكونوا يعني لكل واحد يعجبوه او يكونوا مفيدين له، بكفي انه نكون بس عم نعرف حتى فيهم. في كتير منهم بكون انا مش كتير حبيبهم يعني، بكفي انه نكون بس عم نعرف فيهم مش الهدف بس انه بجرب لاقي غيرهم، بس اوقات ما بلاقي غيرهم. انا ضروري يكون بعرف الاشياء، لا بحبها ما بحبها مش مشكله. ترو ما هي اذا ما بتعرفي شو قصص ما بتحبيها مش حتعرفي قصص غير يمكن بتحبيها. كثير كنت فلسفه طلعت هيدا معي مش معقول. لجري بقنعك بالثاني جادجت هو كنبي ان فاكت منه جادجت، بس الديزاين تبعه مستوحى من الكيبورد اللي هو الكيورتي كيبورد، مش الكيبورد الفرنساوي يعني، هذا ببلش ازرتي الاحرف بتختلف يعني كيف ببلش. ف This is a QWERTY keyboard. بيجي على شكل كنبية كتير مهضومة، ومن وراء هالكنبية فيها هالرسورات، لأن هالكبسات فيك تكوني عم تطلعيهم لبرا وتنزليهم لجوا. صار التخت تتنيم. هيدي بالمكتب روعة. بيرفكت، وخصوصا اذا عم نحكي مثلا هلا اتس ذا ترند انه كل الشركات صار عندهم ديجيتال اوفيسز بيهتموا بكل شيء ديجيتال وكذا وهيك، فبعتقد ذس فيتس ذا بيرفكت ايمج يعني هالكنبايه. ومن ورا شفت حبيتها كثير حلوه، هي مهضومه هي مهضومه بس ما فيها لا بطاريه ولا شارجر فمن ورا فيها هال اذا بتلاحظي هول اللي هيك جايين بلون ميتاليك شوي اللون المعدني الفضي، فيك تحركي هالكبسه لان كل كبسه هي منفصله، ففيك تكوني عم تحركيها تلقائيا ان كان حبه انه تفرجي عم تكتبي كلمه معينه فيهم لهالاحرف عم تطلعي الكبسه وعم ترديها. اتس ا فيري نايس كوتي ديزاين يعني جادجت كثير حبيته، وانا عم بفرجوكم على المصغر كيف بتكون طالعه. تاني شغله هيك بنكون حكينا لكم شيء عن جد بيورلي تكنولوجيكال توداي هو هاللابتوب. This is very nice laptop in fact. وبعتقد هذا واحد من اللابتوبس اللي كتير قليل يلي فينا نكون عم نقارنه للآيماك. الآيماك سنة اللابتوب لحقيق ديزاين تبعه من برا. أول ما بدنا نقارن للآيماك كان هو اللابتوبس الرفيعين الايربوكس يلي بيجوا من شركة ماك، يلي عن جد العالم يلي شايفين هذا اللابتوب ما بعتقد في لابتوب اجمل منه، قد منه رفيع ووزنه خفيف وكل شيء. اليوم توشي بقى يفوتوا بهالكومبيتيشن يلي هي تعتبر شوي نيش ماركت لان سعرها كثير غالي، واسعار اللابتوب سنه اغلى من الاسعار غيرهم. توشي بقى بنعرف عندهم كوميرشال لابتوبس مثل الجام يلي بيقولوا لها ساتلايت لابتوبس، فاليوم قرروا يفوتوا بهالجام اللي هي غاليه كاتيا تحت اسم كيرابوك. This is a high end laptop. الفيتشرز يلي بيعطيكم هون، اول شيء خليني احكيكم شوي عن المظهر الخارجي له. كيرابوك اسمه، اتس كولد كيرابوك. حجمه يعني قد العرض تبعه لللابتوب اون ذا سايدز هو بس 18 ملم which is extremely يعني يعتبر كثير رفيع. سمكه 18 ملم. الوزن هو كثير خفيف بما انه عم نحكي يعني عن لابتوب. قد 18 ملم بعتقد بيطلعوا هالقد اكثر شوي يمكن لما بدك تسكري السكرين مع الكيبورد. قد الايباد القديم. وإذا بدنا نحكي عن الوزن تبع هالكيبورد على هاللابتوب هو 1.18 كيلوغرام يعني برق الورقة ما بتحسه فيه. البروسيس الموجود جواته أول شيء السكرين هي 13 إنش، عم نحكي عن انتل i5 ياما i7 بروسيسورز 256 جيجا بايت للستورج و 8 جيجا بايت عم نحكي عن الرامز الموجودين جواته. ف this is a very nice laptop. أكيد كل التفاصيل جواته هن أجدد شيء و it runs on Windows. واكيد بيجي فيه ويندوز 8 اللي هو اجدد بلاتفورم من ويندوز. ممكن ينكسر بس واتس فراجايل بتعرفي ما شفتها، بس هي شغله مهمه نسيت ننتبه لها يعني. رقيق كثير اوقات بخاف منه دغري اقل درب بينتزع حيطق معقول يطق بس بيحمل. اتس ديوربل لابتوب يعني توشي بار نون فور ات، وحتى الماكس ار نون انه كل شيء ديوربل عندهم. وسعره لما تكون تاخذ كثير على تاتيانا ببلش بال 1800 وبيطلع ل 2000 دولار. ثانك يو هاف ا نايس داي. ثانكس يو تو كاتيا. لا واقفه من شغله.